منتخب مصر بقيادة حسام حسن اتعادل 1-1 مع منتخب غينيا بيساو على استاد 24 سبتمبر في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. بالنتيجة دي رفع منتخب مصر رصيده لعشر نقاط في المركز الأول، بينما قفز منتخب غينيا بيساو لست نقاط. منتخب بوركينا فاسو اتعادل مع سيراليون بنتيجة 2-2 في المباراة اللي جمعتهم في باماكو عاصمة مالي في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى واللي بتضم منتخب مصر بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026. بكده منتخب بوركينا فاسو في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وبنفس الرصيد بيتواجد منتخب سيراليون في المركز الرابع بخمس نقاط أيضا. المنتخب الأولمبي اختتم امبارح تدريباته الودية الثانية أمام منتخب كوت ديفوار، واللي هتتلعب النهاردة الساعة 7 مساء باستاد القاهرة في إطار برنامج إعداده لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. النادي المصري اتعادل مع فريق النصر الليبي بنتيجة 2-2 في المباراة الودية اللي أقيمت بينهم باستاد الكلية الحربية بالقاهرة ضمن استعدادات المصري لمباراته بالجولة 26 من الدوري، واللي هتجمعه بفريق الزمالك يوم الاثنين الجاي الساعة 7 مساء على استاد برج العرب. منتخب مصر لسيدات سلاح سيف المبارزة في منافسات الفرق توج بالميدالية الذهبية ببطولة أفريقيا للسلاح واللي بتستضيفها المغرب وهتستمر لغاية 10 يونيو الجاري. أحرز منتخب مصر الذهبية بعد فوزه على منتخب جنوب أفريقيا في المباراة النهائية بنتيجة 40-21. رابطة اللاعبين المحترفين للسكواش PSA أعلنت التصنيف الجديد في شهر يونيو الجاري. حافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال للأسبوع 54 على التوالي ورقم 212 في تاريخه. كمان أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للسكواش PSA التصنيف الجديد في شهر يونيو الجاري للسيدات. حافظت نور الشربيني لاعبة سبورتينج على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع 41 على التوالي وال 251 في تاريخها. منتخب هولندا فاز على منتخب أيسلندا بنتيجة 4-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على ملعب فينورد في مدينة روتردام في ختام استعدادات الطواحين لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024. كده خلصت نشرتنا الرياضية، بس تفاصيل أكتر عن ماتش امبارح بين مصر ومنتخب غينيا بيساو أكيد معنا تفاصيل أكتر وتحليل مع شاذلي وباسنت. عودة ليكم مرة تانية. شكرا لك. هلا.